ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتأيت اليوم باش نخرجوا من المواضيع ديما ديال القوانين الإيطالية والبريديتو ديال تشتادينانسا وما إلى ذلك من القوانين. ارتأيت وقلت علاش ما نبدلش اليوم وندير واحد الحلقة ربما كي لا تعجبوا ربما كي ما غاديش تعجبوا بهذاك الحال الكونتريبوت اللي خاصو يقدمو أي واحد يعني في الحياة ديالو اللي هو أهم الكونتريبوت اللي تقدم للإنسان إيمس اللي في الأخير تلقاه مثلا وقت التقاعد ديالو ولا وقت المرض ديالو. كاين واحد كونتريبوت أخر اللي حنا يمكن جاهلينو وناسينو اللي هو الكونتريبوت مع الله سبحانه وتعالى أش مقدمين يعني الحياة الأخيرة ديالنا ديما تنبقاو متابعين الدنيا وتابعين المشاكل ديال الدنيا اللي ما غاديش تسالي وغادي تسالي الحياة وغادي نلقاو راسنا واحد النهار امام الله سبحانه وتعالى اش قدمنا في الحياة ديالنا. الكلام ما تنوجهوش ليكم فقط ولكن تنوجه لنفسي انا كذلك ولا ازكي نفسي على احد لان هذه المسألة يعني بصراحة يعني مشينا مع الدنيا مشينا مع المشاكل ديالها اللي كما قلت لكم ما غاديش تتقادوا وما غاديش تسالي. الانسان يعمل الدنيا ديالو ويعمل كذلك للاخره ديالو. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. يعني الانسان بقينا متبعين الدنيا اللي ما غاديش تسالي المشاكل ديالك كما قلت لكم اخوتي وغادي نلقاو في الاخر يعني العمر ضاع والعمر مشى واش قدمنا الاخره ديالنا تما تلقى السؤال يعني المحير. لذلك وجب التذكير مابقاوش غاديين يعني غير مع المسائل ديال لي كونتريبوتي المسائل ديال سميتو ديال الريديتو ديال تشتادينانسا مابقاوش نهضرو ديما فقط على هاد المسائل ولكن نحاولوا ما امكن ان نشوفو حتى الاخره ديالنا. شفت واحد الاخ مقرئ جميل جدا ورائع جدا اخ مغربي فاز مؤخرا في بلد في البحرين فاز بواحد الجائزه ديال المجودين وفاز بها وماشي غير هو ياكين بزاف ديال الشباب المغاربه والشابات المغاربه كذلك اللي فازوا بهذه الجوائز ديال التجويد في القران الكريم. ارتأيت باش نقدموا لكم فعلا قراءه صراحه قراءه عنده رائعه رائعه جدا. نتمنى انكم تسمعوا لهذا الفيديو هذا اللي نقدمه ديالو سميتو الياس الحجري. بصراحة قراءة ولا أروع. أنا بعدا والله العظيم بكاني بعد القراءة ديالو بكاتني أنا بعدا شخصيا بكاتني القراءة ديالو. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب
حديدي حديدي. اي واحد يعني الله بدي قناه ديالو ديال اليوتيوب ما كاين حتى شي مشكل، خلي لكم الرقم ديال الهاتف ديالي تحت هنايا غادي تشوفوه ديال الواتساب. اي واحد عنده قناه باغي يدعم ما كاين حتى شي مشكل، ندير واحد الحلقه يعني كامله فقط لدعم هاد الناس هادو. اي واحد باغي يدعم الله بادي يخلي يصيفط لي الاسم ديالو، اسم القناه ديالو، يصور لي القناه ديالو، ما كاين حتى شي مشكل، وندير حلقه وندعموا الاخوان ديالنا وما تنحسدوا حتى شي واحد. بطبيعه الحال اليوتيوب كاش انك ترضي جميع عباد الله، لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك، وارضاء الله غايه لا تترك. فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.